رجل تزوج من امرأة غير شرعية وتشاجر معها بعدما اتضح انها تتلبس بلبس الاسلام، وطلب منها ان ترتدي الحجاب الشرعي، فحصل خلاف هل الحجاب في الحرم او الحجاب في الطواف او في الحج. طيب نعم تفضل يا شيخ. هذا السؤال يتكون من شيئين. نعم. الشيء الأول تقول زواج غير شرعي، فهذا يتراجع فيه المحكمة يا أخي، صحيح، لتصحيح العقد والنظر فيه. أما طيب. الحجاب، المسألة الثانية وهي الحجاب، فهو واجب على المسلمة في كل مكان، في الحرم، في الطواف، في الأسواق، في كل مكان فيه رجال يجب عليها أن تحتجب وأن تغطي وجهها وسائر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها في أي مكان يا أخي. نعم.